فتور مداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في حد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية هاد الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى قبل المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. هيا نترجى لبنات ولاد بتاريخ 5/5/2024 هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. أهلا بكم. شحال الكبدة والقلب سي؟ 3000 ريال الكبدة والقلب، 150 درهم. والشي مخلط؟ الشي مخلط 1400. عبد الغني درافات. وهاد قلية؟ قلية 600. قلية 600. عبد الغني راه درافات وصاحبنا وراجل معقول. مخلطة؟ مخلطة. واللي بغا وحدها؟ وحدة 800 ريال. واخا كاين القلب بزاف. وهاد اللحم الراس بشحال تبيع فيه؟ اللحم الراس اللي مقلع 1400 صيك. صيك باقي عندك ثمن زوين وراه تيطلق ما تيخسرش. وراجل صاحبنا هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكة. شحال بعتو المخاخ؟ المخاخ 800 ريال. 800 باش بعتو؟ مسوش الناس كازا، وعاد السيدة اللي مجي تسلم عليك خير. تيسلم عليك؟ مرحبا. اه فعلا سلم عليك شي واحد، قال لي عزيز علي عبد الغني، راجل معقول. تحياتي لجميع مشاهدي قناة زيتون المرجان في المكان. تبارك الله على السي يونس. هذا يونس صاحبنا وعندو الحانوت في مدينة خريبكة. الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. أهلا بكم. أنا عجال اليوم شوية راه خاصك تلي الدو يا سي. عندك صوت أخويا، باش يجيك صوت أخويا. ياك؟ يتبرع ولا شنو؟ وصاحبي تبرع. ضرب لي بعض البرد ولا الحرق ولا الحمد لله. يونس راه خونا وصاحبنا هنا في حد ولاد عبدون بخريبكة. تتخدم نهار الجمعة في السوق؟ السوق الحد هو قال لي تتخدم فيه. هو كي عند الحانوت. الحانوت الأيام الأخرى في الحانوت. باش يعرفوا المشاهدين. الأيام الأخرى في الحانوت. وبشحال بعتي لهم التقلية؟ التقلية 600 ريال. وفين عندك الحانوت بس؟ سيري محمد سيف. في مدينة خريبكة. مدينة خريبكة، سيري محمد. قلت لك 600 قلية مخلطة. مخلطة. واللي بغا وحدة؟ وحدة 900 ريال. وهاد اللحم او بزاف اسي. سلعة غالية وتبيعها قليلة. ياك؟ تبيعها قليلة. وهاد اللحم الراس؟ 3000 ريال مخلطة. والمليح والصغر. انا عارف انا تنجيبو تنجيبو المليح. وحنا ما عارفينش. احنا راه عارفين حاجة مليحة وحاجة زينة وصغيرة كيما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين. وهاد الكبدة والقلب؟ الكبدة والقلب 3000 ريال. تدايرها؟ عقاش دايرها 2800 جملة. البارح حالة 2800 جملة. والشي شحال غتبيع؟ الشي 1600. والشي الآخر تاع هنا؟ تاع هنايا 1800 ريال. 1800 ريال. يونس راه صاحبنا تاكو هنايا بحد ولاد عبدون بخريبكة. قول مليح. ما عندي ما نقول، الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان في المكان. الله يسهلها. غايتزادك وغاتزادك الزيتون. اهلا. الله يحفظك. الله يرضي عليك. هاد الخيرات كما تشوفوا تاع هاد الرجل بحد ولاد عبدون بخريبكة. تقلي ولحم الراس والخيرات تاع الشيء كي تشوفوا البلاط مبات. شحال هاد التمرات؟ تمرات تون عجل هاد والتمرات
كيكون واحد الكعوة هذا ولا 60 درهم يقول لي خلي هذه ثانيه ما يقردش وهاد القليه بشحال يبيع فيها 30 درهم دار معها سعيد هو ما مساليش لينا مع خدام مع الناس 30 درهم الكيلو ولوي مخلطه وهادو واش وحدهم ولا مخلطين هادو هادو هما التمراش هادو كلهم شويه البور لا داك نعطيك السيك اللحم بحالكم ما عطيكش معايا العرض ديال الشهر 12 هذا شنو دار شنو مستاف يا معاد بغيت معايا ولا تعال خاصك راسك تاع بغاني تا هو ضرب هذا والله تاع المخ لا والو سمعت ياش قال لي قال لي راه طار شي بصح لا والله ما عرفت طريقك انا في البندير اياك عاد غادي طرافات واش غادي هكا كل ما تعارجي ما يتسولاش الشيء ياك راه واعرج ياك تصنت كلمه اللي قالها قال كل ما تعارجي ما يعرفش الهد ما يتسولاش الشيء والله ما نعرف تعارجي كنعرف البندير غايطه غايطه طرافات عبد الغني وراه مهور راه عندك اخويا 1600 وعندك 1050 قول 3650 قول 3600 1600 وهذاك 1600 و 1050 26 2650 قول 2600 وانت قلت 3600 راه انا دخت والله الا دخت راك ب 100 دغلاو راك ب 100 دغلاو هذا تبقى تعارشي تاك وي هوي على هذاك هذاك علاش جبتو من كاع البير اه الراجل هذا اه على شكرو اه باش نبدلو لا طرفات قال لك هذا دار دار مرحبا بك اود عم لا درافات درافات 2600 بشحال لحم الراس اليوم لحم الراس اخويا بعناه ب 1000 ريال 1000 ريال مليح اه هو طيب ديال البور المشبنه اه ولا شويه المشبنه اللي بغى السيد وهاد التقليه بشحال بعتيها 500 خلطه خلطه واللي بغى وحدها وحدها 800 وهذا اللي بغى ها وهذا اللي بغى وحده 70 درهم باقي المليح عندنا المليح عرفت عرفت كبي غالية وتشت الراس عندك مزيان والكبدة ما وهذا الشيء اللي طلع ديال ولاد الخالي احمد خدتي مع 48 الف ريال صبروا معك ايوا واش غدي راك عندنا الغداء عندك شحال تبيع في الشيء الشيء بعته ب 1600 والكبدة والقلب الكبدة والقلب 3000 قال 200 اها حتى الخيرات بحد ولاد عبدون بخوي هشام والله تا ديالو وهشام راه مسلم وسير سوق لي راه من عندهم هذا وصلاح ها هاك يا خويا شرا مع مو الطربوش الاحمر عاد مو الطربوش الاحمر ها يا ابو الزيتون يا اخي قلت لي دا حرفي هذا حرفي حرفي شحال مصطفى مصطفى والله كنا والله تا خدام بابور ما يجيش كيما كنت يا اخي غالية ما تقدش تجيب بقرة جيب بقرة ودير كيفاش؟ اللي بغيت انا تاك مالك ما عرفتش قلت لك والله هذا العيون ايه ها هو ديال العيون هادو مخايدين باش تجي تبقى معطل لا ما تجي بغيتي تطل معاك وانا نزيد نحطو تلف الخارج شنو هي الخارج اه هذه جي عاديه في هذا الانسان جانيال الانسان يجري الله يحفظك كبدا والقلب شحال اسير لا والو انا مزاوق لك فمك كبدا والقلب شحال 3000 الزيتون والشي مخلط 16000 بوز الزيتون هاد الخيرات توقع عندو السلعة نقية والسلعة الزينة هنايا بحد ولاد عبدون بخريبك مع ديما نقول عندو المليح عندو الزين كيما تتشوفو تنوريو جميع المشاهدين وتوقع تيصبر وتشوفو بلاطو وايت هذاك الشيء مهزوز على الماء ولا حاجة كلشي صافي كلشي نقي تنوريو لجميع المشاهدين